اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من اميره في المطبخ على سي بي سي سفره. النهارده عندنا حلقه برضو حاجات من اللي طلبت مننا على الهواء، وطلبت كتير قوي، فاحنا هنعملها وهنعملها بكذا شكل. هنعمل الدونتس، هنعمله محشي، وهنعمله ساده، وهنعمله بالسكر، يعني هنعمل كده كذا شكل لطاف جدا. اهم حاجه طبعا زي ما بقول لكم دايما المقادير بتاعه العجينه. طالما عندي عجينه ناجحه فخلاص اقدر بعد كده اشكل واعمل اللي انا عايزاه. كمان طلبت مننا فتت الشاورما والشاورما، فاحنا هنوريكم الشاورما بتتعمل ازاي، ولو عايزين تحولوها لفته هتعملوها ازاي. مستنياكم من 4 لـ5 على الهواء، التليفونات هتظهر عندكم لاي استفسار او طلب. اول حاجه هبدا بيها هي عجينه الدونتس. فالعجينه الدونتس المقادير طبعا هتنزل بالتفصيل على الشاشه. عندي دقيق، لبن، خميره، سكر، ملح، رشه ملح، بيض، زبده، وعندي زيت للقلي، وعندي 6 معالق من الكريمه. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل زي ما بنعمل في كل العجاين، هاخد المقدار الجاف كله على بعض، فهحط هنا الخميرة الفورية مع الدقيق، وهحط معاهم شوية من السكر. يبقى أنا كده عندي المقدار الجاف مع بعضه، فاضل له رشة الملح، ويفضل رشة الملح تتأجل شوية بساط عشان الخميرة ما تموتش. عندي هنا اللبن، وعندي هنا الكريمة. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. هناخد في العجان السكر مع الزبدة، ونقلب، نخلط مع بعضه كويس قوي. إسراء معانا على التليفون. إسراء، إسراء اتفضلي. أيوة يا إسراء. ألو. أنا سامعاكي يا إسراء، قولي. أنت عاملة إيه؟ أنا كويسة، أنت عاملة إيه؟ أنا بس لو سمحت حضرتك بس لأ. خير الحمد لله. قولي يا حبيبتي، عايز تسألي على إيه؟ عايزة طريقة البفتيك. البفتيك، حاضر. طريقة البفتيك. حاضر. حاضر يا إسراء. نادية معانا؟ ألو. أيوة يا نادية. ممكن اعرف طريقة الايس كريم؟ حاضر يا نادية. الايس كريم هنزل هنا 3 بيضات، في هنا قشرة، القشرة نطلعها بالقشرة الاكبر منها، غير كده مش هتطلع، هنفضل ندور عليها طول العمر. العجان مشي. هنعمل ايه؟ هناخد البيض وانزله هنا من الجنب كده، وهاخد الدقيق. اتاكد بس ان كل حاجه واخده حقها، يعني انا محتاجه ان انا افصل وان انا انزل كل الجناب دي، واتاكد ان الدنيا كلها مختلطه مع بعض عشان ايه الامور تبقى ماشيه تمام. هنزل الدقيق هنا، وهرجع اخلط تاني
وهقرب بقى السوائل بتاعتي. السوائل هنزل الكريمه الاول وبعدين اللبن عشان عايزاها تاخد كميه الكريمه الاول، عشان ممكن ما تاخدش كميه السوائل كلها زي ما احنا متعودين. سهى معانا؟ الو. ايوه يا سهى. ازيك يا مدام اميره؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله، بحبك قوي. ميرسي حبيبتي، ربنا يخليكي. قولي لي، عايزه تسالي على حاجه؟ لا انا بس عايزه من توتي الصغيره تكلمك. اديها لي. اسمها اريام. اديها لي. الو. الو. ميرسي يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ ايه يا مدام اميره. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. عايز تسالي على حاجه؟ طيب نزلنا كده الجناب عشان نتاكد ان كله اختلط مع بعضه كويس. ضربه واحده كمان ونبتدي ننزل السوائل زي ما اتفقنا. زينه معانا؟ معلش يا زينة، كلمينا تاني لأن الخط قطع. بصوا، ألم تاني، معلش الصبر، عشان لو نزلت كمية السوائل وأنا مش لما كويس هتخدع، فأنا مش حاسة إن هي أساسا محتاجة لبن تاني، فمش هحط لها لبن تاني. فهمتوا قصدي؟ أهو بصوا لمت على بعضها إزاي. هفضل بقى أضرب فيها لحد ما تنعم وكله يخش جوه بعضه، وبقية اللبن ده مش هستخدمه. رحاب معانا؟ ايوه يا رحاب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مدام اميره؟ ايوه اتفضلي، معاكي. ازيك يا ام رايا؟ الحمد لله، ربنا يخليكي. ازاي حضرتك؟ انت اميره المطبخ بجد. تسلمي، ربنا يخليكي من ذوقك. الله يخليكي. معلش بعد اذنك انا عايزه المقادير دي تاني. لا اموري، مقادير الدونتس؟ اه لو سمحتي. حاضر. معلش. لا عينيا الاثنين، هتنزل لك حالا. حاضر. متشكره يا ملكه المطبخ. تسلمي لي، ربنا يخليكي. تسلمي تسلمي، ميرسي قوي. طيب احنا كده العجينه عندنا جهزت، هسيبها بقى تخمر، وده هيبقى شكلها. انا حطاها في الفرن، الفرن مش شغال طبعا، بس كنا مشغلينه قبل عشان يبقى دافي، لانه بالذات لما الجو بيبقى شتا كده. واهم حاجه زي ما احنا متعودين دايما ان انا ابقى مغطيه العجينه كويس قوي، فبصوا تخمر كده وتاخد ايه وقتها. دي العجينه الخمرانه اللي هي بعد ما الدونتس اهي قدامكم، يا ريت تصوروها. وكده بقت عندي عجينه الدونتس جاهزه. عشان اعمل بقى، عشان اشكلها اعمل ايه؟ اجيب شويه دقيق، اجيب ورقه زبده. الدونتس بتخمر مرتين، يعني انا بعد ما اشكلها دلوقتي لازم اسيبها تخمر مره كمان. فانا برضو عندي كميه متخمره المره الثانيه، بس انا بس عايزه اوريكم هنعمل ايه. على ورقه الزبده رش دقيق خفيفه جدا، وبعدين اخد العجينه اللي خمرت. بصوا العجينه عامله ازاي اهي، بصوا ما شاء الله طريه ازاي وخمرانه وجميله. مش هستخدم كل دي، هستخدم نصها الاول. طالما مش هنستخدم النص التاني نغطيه برضو. اهم حاجه في التخمير زي ما بقول لكم دايما ان الغطا يكون بعيد عن العجينه، عشان لو لازق في العجينه مش هيسمح لها انها تعلى، فمش هتخمر التخميره المظبوطه. شويه دقيق، ورقه زبده ثانيه. ساره معانا على التليفون وبيننا الشابه ونفرد. معلش يا ساره كلميني تاني. نفرد بقى العجين كده ما شاء الله. وبصوا كل الناس اللي طلبت السينابون، بوعدهم في حلقه للسينابون برضو هتبقى بكل التفاصيل بتاعته. والمدام اللي طلبت مني حلقات جلوتين فري وديري فري للأولاد اللي عندهم حساسية من منتجات الألبان ومن الجلوتين، برضو بوعدها الأسبوع الجاي إن شاء الله في حلقة
للاطفال وهيكون فيها وصفات مخصوصه. ضحى معانا. السلام عليكم. ايوه يا ضحى. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ماما اميره؟ الحمد لله تمام. اتفضلي. عليكم السلام. اتفضلي انا معاكي سامعاكي. لو سمحت كنت عايز اسالك على طريقه البتاه. طريقه كنت عايز اسالك طريقه البتاه. البتاه. حاضر حاضر. معلش هو انا لعيب في السمع عندي ولا لعيب في السماعه مش عارفه بس انا مش سامع. حاضر. طيب بصوا بقى هنعمل ايه عشان الخطوه دي برده مهمه. هاخد في السوق بيتباع القطاعات بتاعه الدونتس اللي هي بتبقى شكلها كده. ده حجم صغير وفي حجم اصغر وفي احجام اكبر يعني بيتباع باحجام كتير. دي القطاعه بتاعه الدونتس. زينة. زينة. ايوه اتفضلي يا زينة. ممكن عايزة اعرف طريقة الكوكيز. الكوكيز. حاضر خلاص. دي القطاعة بتاعت الكوكيز ايه الدونتس المخصوصة فبتطلع لنا الشكل ده وده الحجم بتاعها وفي احجام زي ما قلت لكم تانية كتير. فطبعا بالتأكيد هي ايه اسهل. طب انا ما عنديش قطاعة الدونتس يعني مش هعمل دونتس؟ لا طبعا. لا نطلع فاصل. حاضر ماشي. طب اوريهم بس هيعملوا ايه لو ما عندهمش القطاعه ونطلع فاصل. هناخد قطاعه كبيره وهناخد قطاعه اصغر ويبقى برده بقى عندنا الدونتس. ما توقفوش نفسكم يعني. اهم حاجه بس قبل ما نطلع فاصل بعد التقطيع هسيبها تاني ترجع تخمر عشان اخد احسن نتيجه من الدونتس. دلوقتي بقى هتطلعوا فاصل وترجعوا استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. ما عملتش حاجه خالص. جبت بقى الدونتس اللي احنا قطعناها وسبناها تخمر لان زي ما انتم شايفين كده بصوا هتخمر كده وتنفش وتبقى لطيفه جدا. فلازم ضروري ضروري خطوه ان انتم تخمروا الدونتس بعد ما تتقطع. عندي هنا زيت بيسخن بس هو لسه ما سخنش فانا هنقل هنا ده هنا صراحه عشان اخد ايه نتيجه اسرع من كده. وهحط ده هنا وده هنا. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ عندي للدونتس عندي هنا مربى. مربى عادية خالص من اللي احنا بنشتريها من السوق. دي مربى توت. تقدروا تستخدموا اي مربى انتوا عايزينها. دي هنحشي بيها. عاملين كمان كريم باتيسير عشان نحشي بيه جوه الدونتس. طبعا مش كل الدونتس بتبقى محشية بس انا بحاول اديكوا افكار كتير زي ما احنا متعودين مع بعض. بسملة. بسملة. الو. ايوه لو سمحتي انا كنت انا الاول بسلم على حضرتك. ميرسي حبيبتي ربنا يخليكي. طيب انا كنت عايزه من حضرتك بس طريقه البيكاتا بالمشروم. البيكاتا بالمشروم. حاضر. نهى الحاجات دي كلها بتتأيد؟ اتمنى اه. هنعمل الكريم باتيسيير دلوقتي مع بعض. فالمقادير لبن سكر نشا فانيليا زبده و صفار بيض. هنعمل ايه؟ اللبن هنحطه على النار. اللبن هنحطه على النار هنا. عايزاه يدفى مش عايزاه يسخن قوي. هنا هحط صفار البيض. هحط معاه الفانيليا. لو ما عندكوش السايله استخدموا الباودر مفيش مشكله خالص. هحط معاهم السكر ونقلب. عايزه ايه النتيجه؟ عايزه النتيجه ان السكر يدخل جوه البيض كويس قوي والبيض يا دوبك بس كده ايه يعني لونه يفتح حاجه بسيطه كده. الزيت عندي بيسخن هنبص عليه حالا. زينه معانا. ايوه. ألو. يا زينه. الو. ايوه يا زينه سامعاكي. اتفضلي. انا زينه. اتفضلي معاكي يا زينه. انا زينه. زينه مش زينه. دينا. دينا. طيب اتفضلي. انا بحبك قوي بحب اكلاتك كلها. ربنا يخليكي يا زينب. بس انا كنت عايزاكي تنزليلي بس طريقة الدونات تاني عشان انا ملحقتش اصورها. عينيا الاتنين هنزلها لك تاني. حاضر. على صفار البيض زي ما انتوا شفتوا كده اللون
افتح ازاي، مش عايزاه يبقى فلافي ولا حاجه، بس بصوا اللون افتحها خالص. هنزل عليهم النشا وهبص على بس بعد ما اقلب عشان النشا ما يكلكعش، عايزه بس ابص على الزيت. ومعلش نزلوا لنا الدونتس تاني، انا اسفه معلش حقكم عليا. نقلب ندخل النشا كده جوه البيض والسكر كويس قوي، ونبص على الزيت بس. تعالوا نجرب. لا لسه مش عارفه ماله، مش عايز يسخن ليه. هناخد الخليط ده واروح هنا عند اللبن واجيب مغرفه. مريم معانا؟ اه. ايوه يا مريم. الو. ايوه يا مريم اتفضلي. عايزه طريقه البسبوسه. بسبوسه؟ حاضر يا مريم، حاضر يا مريم. هاخد من اللبن على الخليط ده واحده واحده وانا بقلب عشان مش عايزه البيض يتقلي. فاحنا كده بنعادل الحراره اهو. بعد ما خدنا المغرفتين دول هنقوم واخدين بقى البيض كله ونازلين هنا ومغيرين الاسباتولا عشان الحله، وننزل بقى واحده واحده وبرده بنقلب اهو. كده انا عندي كريم باتيسيير هحشي بيه الدونتس، لكن انا عندي كده كريم باتيسيير لاي حاجه. مريم تاني. مريم. ايوه يا مريم. مريم اتفضلي. سامعاكي يا مريم. الو. ايوه. الو. سامعاكي اتفضلي، عايز تسالي على ايه؟ ازيك يا مدام اميره؟ ازيك يا مريم عامله ايه؟ الحمد لله. والله اخبارك انت ايه؟ الحمد لله كله تمام. اتفضلي عايز تسالي على ايه؟ خلاص قلبنا وتقل. لسه ما تقلش. ونجرب الزيت تاني. ولا الزيت كمان عايز يسخن. هجيب الزبده بعد ما يتقل الكريم باتيسيير في المرحله اللي احنا فيها دي. بصوا بقى الفرق اهو، بدا يبقى كريمه تقيله. اقوم منزله الزبده، انا هحط مكعب واحد عشان دول الاتنين كبار قوي، وارفع من على النار كده. هتلاحظوا بقى ان هو هيلمع وهيبقى حلو قوي. هنعمل ايه؟ انا عشان هحشي بيه فمش عايزاه يكون سخن قوي وسايب قوي كده، فهننقله في طبق ونحط عليه بلاستيك راب، بس البلاستيك يكون لازق في الكريم باتيسيير مش بعيد عنه عشان ما يعمليش بخار، واسيبه يهدى خالص. وبعدين هنحطه في كيس حلواني عشان نحشي بيه. نسيبه هنا يهدى خالص ونجيب حاجه التقديم. بس عايزه ابص على الزيت تاني. ايه الاخبار؟ لسه مولعاها والله، مش عارف. هنحضر حاجه التقديم ما يهمكوش. تعالوا نحضر حاجه التقديم لحد ما هو يجهز. عندي سكر بودره، وعندي قرفه، عندي فارماسيل ملون، وفارماسيل شوكليت عادي، وفي منه الابيض، يعني زي ما انتوا عايزين التشكيله اللي انتوا عايزينها. وعندي شوكولاته سايحه. عندي هنا النوعين، نوع باللبن ونوع شوكولاته بيضه. معانا عبير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا عبير. ازي حضرتك يا مدام امير؟ الحمد لله تمام. اتفضلي. انا بحب حضرتك جدا 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 ومعجبه بحضرتك خالص. ميرسي يا عبير، ربنا يخليكي. من ذوقك اتفضلي. كنت عايزه من حضرتك تقوليلي بس طريقه الزلابيه. الزلابيه؟ حاضر. اه طيب حاضر. معلش بعد اذنك انا هتعبك. خالص انت هتأمري. طيب هقول. طب ممكن تقولولي الاسئله كده لحد بس ما الزيت يشد حيله. هبدا بالزلابيه لحد ما تجهزوا بقيه الاسئله. ها طيب الزلابيه، هجيب الدقيق، كيلو الدقيق، هحط عليه معلقه كبيره من الخميره، معلقه كبيره من السكر، وثلاث معالق من النشا.
هقلب كل المقادير دي كويس قوي مع بعضها، وبعد كده هنزل المية الدافية واحدة واحدة لحد ما يبقى عندي عجينة متوسطة الكثافة، لا خفيفة قوي ولا تقيلة قوي. هسيبها تخمر، بعد ساعة أو ساعة ونص وخمرت هنزل العجينة بإيدي كويس قوي، وأهم حاجة وأنا بنزل العجينة بطلعها ونزلها، أطلعها ونزلها عشان تبقى بتمط. هسيبها تاني تخمر لمدة ساعة، بعد كده في زيت يكون مش سخن قوي هنزل الزلابية أشمعها، يعني أديها نص تحميرة وأطلعها وهي فاتحة. هسيبها لحد ما تهدى خالص وتبقى ساقعة، وأهم حاجة أني أحطها على ورق مطبخ و سوى واحد، يعني طبقة واحدة مش فوق بعض. بعد كده هرجع أحمرها تاني في زيت سخن وطلعها من الزيت السخن على العسل ويكون العسل بارد. تمام؟ دي الزلابية. لا مش طبيعي، مش طبيعي فعلا. طيب دي الزلابية. بالنسبة للحمة البوفتيك هجيب اللحمة أو الفراخ زي ما انتوا عايزين. التتبيلة بتاعتها هحط بصل شرايح، بس يكون شرايح تخينة عشان أعرف أشيلها بعد كده، ملح وفلفل وتوم بودرة، زعتر، شوية قرفة وشوية حبهان بودرة، وممكن عصرة ليمونة، وممكن معلقتين من الزبادي. أقلب كويس جدا مع بعضه، وكمان ممكن معلقة من المسترد. أقلب كل الكلام ده كويس قوي مع بعضه، وبعد كده أشيل التتبيلة منه كويس جدا، أنزله في دقيق، من الدقيق للبيض، من البيض للبقسماط، وبعد كده أحمره في الزيت. بس يفضل بعد مرحلة البقسماط إن أنا أحطه في التلاجة كده 10 دقايق ربع ساعة. بسم الله. هنطلع فاصل فعلا. طيب تعالوا نطلع فاصل ونرجع لحد ما الزيت يسخن، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. ان شاء الله الزيت هيكون المره دي بقى خلاص سخن باذن الله. تعالوا بسم الله. الحمد لله اخيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط بقى كده. اهو. وما نمشيش بقى من جنبه عشان هنقلب على طول ونرفع من على النار. انا عامله طاستين بس عشان اخلص بسرعه، عشان عايزه الحق اوريكم الشاورما اخبارها ايه. بصوا الله. طيب العجينه دي بعد ما نخمرها التخميره الثانيه، لو احنا مش هنستخدم الكميه كلها على طول في ساعتها، الموضوع بسيط جدا، هنشيلها في الثلاجه ونطلع. هي خلاص طالما دخلت الثلاجه التخمير بيقف، ونطلع ونحمر في ساعتها. فاهمين قصدي؟ اهو كده. هنرفع دلوقتي الزيت كمان من على النار، بس نقرب دي بقى عشان ما امشيش بالزيت على طول كده. اهو الوش الاولاني والتاني، ونرفع ونرفع بس كده. هنزين بقى ونحشي وكل ده، بس بعد ما نشيل ايه الزيت من على النار. ناخد عبد الله. الو عبد الله. ايه اتفضل يا عبد الله. الو الو مدام امير. اتفضل يا حبيبي انا سامعاك. الو مدام امير. اتفضل يا بابا. عايز اعرف طريقه الكب كيك. حاضر نهى، ممكن تنزلوا لنا طريقه الكب كيك؟ معلش. شكرا. ناخد منى. الو الو مدام منى. ايوه اتفضلي. هتكلم مدام اميره. اتفضلي انا مع حضرتك. ايوه يا مدام اميره. اتفضلي. انا مبسوطه جدا ان انا بكلم حضرتك. انا اسعد جدا. ميرسي ميرسي. اتفضلي. فرصه طيبه جدا، وان شاء الله ما تكونش اخر مره اكلمك. اكيد تنوريني كل يوم باذن الله. ربنا يخليك يا مدام اميره. اتفضلي يا فندم. لو تكرمتي ممكن بس طريقه الكريم فتسر لاني ما لحقتش. اكيد حاضر. عند حضرتك اي سؤال تاني؟ ربنا يبارك فيك يا مدام اميره. تسلمي لي. وخلينا عايزين حاجه. تسلمي لي، ده من ذوق حضرتك، كتر خيرك. حاضر هننزل الكب كيكس وهننزل الدونتس ولا الكريم باتيسير. بتهيالي سالتني على الكريم باتيسير، انا الزهايمر اشتغل. معلش معلش. طيب
اوكي. هنا حطينا سكر بودرة وقرفة، وهنا هنحط الشوكولاتة البيضة اللي احنا سيحناها اهي. اهم حاجة في الشوكولاتة لما تكون مسيحينها انها ما تكونش مسيلة قوي، يعني ما تكونش سايبة زيادة عن اللزوم، يعني انا رفعتها من على النار قبل ما ابتدي احطها على الدونتس، لانها لو مسيلة قوي هتجري من على الدونتس ومش هتعمل لي طبقة من الشوكولاتة زي ما انتوا شايفين كده. فادي الشوكولاتة البيضة، عايزين تحطوا لها شوية فارماسيل ملون اوكي، مش عايزين براحتكم زي ما انتوا عايزين اهو اوكي. ونعمل اتنين من الشوكولاتة الغامقة، والدونتس على الشاشة اهي، صوروها تاني ان شاء الله تعملوها وتعجبكم اوكي. هحشي اللي فاضلين دول بالمربى والكريم باتيسيير، بس يعني ثواني كده عشان الدونتس لسه سخنة قوي، فمش عايزة الكريم باتيسيير يسيح جواها، فمعلش ايه هنحشيهم دلوقتي حالا. هننزل بقى دلوقتي المقادير بتاعة الشاورما ونبتدي نجهز الشاورما مع بعض. الشاورما اللي احنا هنعملها دي تقدروا جدا ما تعملوهاش فتة، بس احنا هنعملها فتة عشان اتطلبت مننا فتة. مقادير الشاورما عندي لحمة بتلو متقطعة شاورما رفيعة خالص، بنقول للراجل يقطعها لنا او بنجيب اسكالوب بتلو ونقطعه احنا في البيت شرايح رفيعة. عندي التوابل بتاعة الشاورما بجيبها من عند العطار، وعندي قرنفل بودرة، عندي كمان بصل شرايح، طماطم، بقدونس، وهنعمل الرز البسمتي وهنحط له الزعفران، وهنحط له زعفران بودرة، وهنحط له عود من القرفة، وهنحط للشاورما عود من القرفة. فتعالوا نبدأ أول حاجة كده ب وأكيد ملح وفلفل. طيب هبدأ بقى باللحمة، هحط هنا الوك سخنة مولعة زي ما انتوا شايفين كده، ربنا نفخ في صورة البوتاجاز، وهحط هنا ملح وهحط هنا فلفل، هحط كمان شوية بهارات شاورما من هنا، وهحط نقطة قرنفل لما بيبقى مطحون كده أحط على طرف المعلقة، وعود القرفة، وأنزل هنا، نخلي بالنا بس عشان النار عالية جدا وأنا بعيد كده، بسم الله. هو ده بقى اللي أنا عايزاه، ومش هقلب بقى، هسيبها لحد ما تاخد تشويحة تمام على أول وش عشان ميتها ما تنزلش. عايزة بمعلقة صغيرة هاخد الشوكولاتة العكس بالعكس، يعني عندي هنا شوكولاتة غامقة هنزلها على الشوكولاتة الفاتحة كده، ونديها كده ايه خطوط. دي افكار للتقديم بس، ومش عايزة استخدم كورنيه ولا اي حاجة عشان ما تستصعبوش الموضوع، بمعلقة صغيرة والموضوع خلص، يعني عشان بس ما تحسوش ان الامور صعبة في البيت. احنا بنشتري حاجات دي من بره وبنشتريها بفلوس كتير جدا، وبنبقى مستصعبينها وحاسين ان هي حاجات فظيعة، هي مش فظيعة ولا حاجة اهو كده. عندنا بقى عيد ميلاد، عندنا عزومة، عندنا رايحين لحد، ناخدها معانا كده لطيفة وعاملينها في البيت وضمنين المكونات اللي فيها. أبص على اللحمة تمام، هايل، هسيبها تاخد تشويحتها خالص مش هاجي جنبها، وهبدأ في الرز. للرز هحط، حاضر ناخد محمد قبل الرز. محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل يا محمد. ممكن أعرف طريقة عيش التورتيلو؟ آه ممكن جدا طبعا، حاضر عينيا، حاضر ناخد هنا كده، ناخد سارة. سارة الو. ايوه يا سارة. ازيك يا مدام اميرة؟ الحمد لله تمام، اتفضلي انا سامعاكي. ممكن اسال على التشوكليت كيك
كوكيز بقطع الشوكولاته. حاضر حاضر يا سارة. هاخد بقى الكريم باتيسير اللي انتوا فاكرين ان احنا عملناه، حطيته انا في كيس حلواني، وهاخد واحده من الدونتس وليكن بالسكر، احط هنا عندي هنا بلبله رفيعه خالص، اوكي هحطها هنا، اتاكد ان هي الاول دخلت كويس، وبعدين ابتدي احشي. اهو بصوا اهو، هاخد واحده كمان واحط هنا، وممكن كمان بالمربى، هنعمل واحده بالمربى دلوقتي اهو، واحشي كده. بقى عندي الدونتس محشي بالايه، بالكريم باتيسير. افكار مش عايزين تحشوه مفيش مشكله، بس برضو عشان يبقى عندكم كل الافكار زي كل الحاجات اللي بنشتريها من بره، وبنزود طبعا في الطعم وفي الفايده للولاد. نحط هنا كده وندي حشو مربى، اي نوع مربى انتوا عايزينه، ويا ريت لو المربى تكون معموله في البيت كمان يبقى لطيف جدا. بصوا سهله وبسيطه، ما عندكوش الكيس مفيش اي مشكله خالص، افتحوا الدونت واحشوا في النص واقفلوها، مش موضوع يعني. هسيبها بس تهدى وبعدين اقدمها. ضحى ضحى معانا؟ الو اتفضلي يا ضحى. الو اتفضلي يا ضحى، انا سامعاكي. انا طيب، على الرز هنحط بودرة الزعفران، هحط الزعفران الشعر مدام هدى، وهحط عود القرفة. مدام هدى، مدام هدى انا سامعاكي، اتفضلي. ايوه اتفضلي يا مدام هدى. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله تمام. انا بنحبك قوي. ميرسي يا مدام هدى، ربنا يخليكي من ذوقك. اموري بلح الشام. بلح الشام حاضر. عينيا يا ريت تنزليه دلوقتي. حاضر عينيا. عندك يا نهى بلح الشام؟ انا حطيت على الرز بودرة الزعفران، وحطيت الزعفران الشعر، وحطيت عود من القرفة، وهحط الملح، وبعدين ننزل عليه. عندي شوية مرقة وعندي شوية مية سخنة، هحط شوية مرقة الأول عشان الطعم، وبعدين آخد شوية مية سخنة ونحطهم على الرز ونسيبه عشان يستوي. نقدر طبعا نعمله أبيض لو انتوا مش عايزينه بالزعفران، احنا بس تغيير عشان ايه، نبقى عملنا كذا وصفة في نفس الوقت. عندي كمان شوية من العيش الشامي، حمرناه في الزيت من غير اي حاجه وما حطيناش عليه ملح ولا اي حاجه لما طلع، تقدروا كمان تحمصوه في الفرن، بس دايما التحمير بيدي طعم احلى ونتيجه احسن. عندي هنا طماطم هاخدها شرايح، وعندي بقدونس مفروم، وعندي بصل شرايح. بلح الشام قدامكم على الشاشه اهو. بنعمل ايه؟ بناخد الميه مع الزبده والخل على النار، اما تسخن بننزل الدقيق واحده واحده واحنا بنقلب جامد جدا، بعد كده بنرفع من على النار نقلب لحد ما العجينه تهدى شويه ما تبقاش مولعه، ننزل بيضه 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 ونقلب كويس، بيضه ونقلب كويس لحد ما ناخد النتيجه اللي احنا عايزينها، ومع البيض بنحط الفانيليا. بعد كده بنحطه في كيس حلواني. الزيت لازم يكون دافي، يعني احط صباعي فيه ما تلسعش، ده اهم حاجه في بلح الشام، وياخد راحته لحد ما الحرارة تعلى وهو ينفش ويطلع من القعر للوش زي ما عملنا مع الدونتس. بعد كده نطلعه ننزله في الشربات يكون بارد. كده بقى عندنا بلح الشام. نطلع فاصل ما نطلعش ليه؟ حاضر. هكمل انا تقطيع الطماطم، هوطي على الرز واغطي عليه، وترجعوا لي بعد الفاصل عشان نكمل بقيه اطباقنا، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. بصوا الشاورما اهي استوت، اخدت لون، نزلت شوية مية ورجعت شربتهم تاني عشان تبقى طرية. الرز استوى ونقلناه على النار الأهدى شوية وغطينا عليه، وهنا العيش اللي احنا حمصناه أو حمرناه في النار في الزيت
عيش شامي. عندي هنا بقى طماطم وعندي بصل وعندي بقدونس كله مفروم. نعمل ايه؟ حاضر، هغرف بس شوية بصل هنا، اللي هي ايه بقى؟ الخلطة بتاعت الشاورما المشهورة اللي بتديها الطعم، او الفرسة بتاعت الشاورما بلغة الشيفات. بقدونس مفروم، طماطم شرايح اهو، وبهذه المناسبة السعيدة يا جماعة بأبعت تهنئة لرضوى حبيبتي. ألف سلام عليك يا رضوى، وكل سنة وانت طيبة، عيد ميلادها النهاردة، تيجي بالسلامة إن شاء الله. وابن كمان حازم التوني عيد ميلاده النهاردة، ياسين. لا انت عيد ميلادك بعد بكرة، بقول لك بعد بكرة. كل سنة وانتوا طيبين يا جماعة، وتجي لنا بالسلامة يا رضوى. كده الشاورما خلاص، ده بقى ما حطوش على النار أكتر من دقيقة، لأن أنا عايزاه بيقرمش وعايزاه بطعمه وعايزاه طازة، مش عايزاه مستوي. تمام؟ فكده خلاص أنا خلصت على فكرة، يعني ما تفتكروش إن أنا هغرف بس. هحط الرز كده. احنا عملنا كذا وصفة مع بعض النهاردة، عملنا وصفة الفتة، وعملنا وصفة الرز اللي بالزعفران أو الرز الأصفر، وتقدروا تقللوا شوية بودرة الزعفران فما يبقاش لونه على أورنج كده، يبقى على أصفر فاتح. ده حاجة بإيديكم. نيرة، حاضر نيرة نيرة. ألو نيرة معانا ولا؟ أوكي أوكي. وعملنا كمان وصفة الشاورما، والشاورما تقدروا تستبدلوها بشاورما لحمة، شاورما فراخ، احنا عاملين لحمة أصلا، شاورما فراخ. نطفي هنا خالص بقى عشان ايه العملية كده تضربش. وناخد حاجة نغرف بيها هنا كده، نحط شوية شاورما على الفتة، وهجيب طبق الحقيقة بقى برضو أقدم فيه الشاورما لوحدها كده. عندنا الشاورما، وقدمنا الدونتس اللي احنا عملناها مع بعض النهاردة، حشينا بالكريم باتيسيير، حشينا بالمربى، وعملنا سادة، عملنا بالسكر البودرة والقرفة، وعملنا بالشوكولاتة البيضة والشوكولاتة اللي باللبن. يعني زي ما انتوا عايزين، دي حاجة ترجع لكم، بس دي حاجة مفيدة والولاد بتحبها وبيأكلوها من الشارع دايما، فأتمنى ان احنا نجربها في البيت، تجربوها وتدعوا لنا ان شاء الله. اهم حاجه في الدونتس ان انتوا تدوها التخميره مرتين. وعندنا هنا شويه شاورما، و احنا وقتنا خلص. اي نعم. طيب اوكي، اسلم عليكم واشوفكم بكره ان شاء الله من 4 ل 5 على الهواء على CBC سفره. باي باي.